عدم الإلمام باللغة الإنجليزية يحرمك من المعرفة، يقلل من فرصك في سوق العمل، يمنعك من إقناع الناس بوجهة نظرك وبقدراتك، يقيد علاقاتك الاجتماعية بأشخاص من ثقافات أخرى، يحد من ثقتك بنفسك، يسبب مشاكل في السفر إذا كنت مش عارف اللغة الغريبة عليك. اسمي عليا جاد، أنا طبيبة ومدرسة علوم صحية، وقررت أعمل الكورس ده تحت إشراف مدرسي لغة إنجليزية أمريكيين. الكورس ده هيعلمكم اللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالgrammar, vocabulary, pronunciation, reading, speaking, writing, listening and comprehension. كل اللي محتاجاه منك أقلام ملونة وكراسة وكمبيوتر وربع ساعة من وقتك، وهتتعلم الإنجليزية بعد سنة. تابعنا مع الإنجليزية مع الياء. English with Aliyah.